أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات صبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة فالقوها الرادفة قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشية يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قوم خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى ربك واهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها وتعالكم وينعامكم فإذا جاءت الطعام الكبرى ومدتك الإنسان ما سعى وبيستجيب لمن يرى فأما من طغى وأعطى الحياة الدنيا فالنجيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألون في الرسالة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يكنوا إلا عشية أو ضحاها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قال سمعت فاطمة عنه قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أيديني بالقصاء اليماني فغطيني به فأتيته بالقصاء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فمن كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن كدبر وقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمر قفوادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة وأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا طائف حوزي قد أزدت لك فدخل معنا تحت الكساء اللهم صل على
حسين قد أقبلا قال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عين وسمر الضفاد فقال لي يا الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شعب يا أمتي قد أزدت لقى فدخل ما هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رايات أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل العلي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوي قد أزمت لقى فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أزدت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بترفي الكساء وأمنع بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالبهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأضحك عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال أنت وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادسا فقال الله نعم قد أزدت لك فحبط الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الألي الآلى يترك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وعي الله إنه نعم قد أزدت لك ودخله جبرائيل بعد تحت الكساء فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله فقال النبي والذي بعثني من حق نبيا واستبعاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاد شيتنا ورب القرار اللهم صل على محمد وآل محمد فقال النبي سعني علي والذي بعثني بالحق نبيا واستقاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه يا الله ولا مهموم إلا وكشف الله همه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته يا الله فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا بالدنيا والآخرة ورب القابة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے ایک سورہ فاتحہ سید طاہر حسین زیدی اور والد سید عمار حسین منتظر ہے ماتمی منتظر ہے
ماتمین کیا پتائے کب سے آنکھیں کر رہی ہیں انتظار اے محرم چاند تیرا کل کو جانتا ہے قرار بے قراری بڑھ رہی ہے دیر کیوں اتنی لگی منتظر ہیں ماتمی اللہ جل ماہ محرم منتظر ہیں ماتمی منتظر ہیں ماتمی تو ابھی آیا نہیں ہے تیز سنجی کم کی دھار خون کے پرسے کی خاطر دل بہت ہے بے قرار تیری آمد کے لیے تیری آمد کے لیے دیکھ سب ناد علی منتظر ہے ماتمی اللہ جل ماہ محرم منتظر ہے ماتمی منتظر ہے ماتمی صلوات اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سب ہی قائل کے ایک دن آپ سور ہوگا ضرور ہوگا سب ہی قائل کے ایک دن آپ سور ہوگا ضرور ہوگا جہاں پہ ظاہر امام ہوں گے ضرور ہوگا ضرور ہوگا جہاں پہ ظاہر امام ہوں گے ضرور ہوگا ضرور ہوگا امام موجود ہر جگہ ہے نہ دیکھ پائے جو بے بصیرت تو اس میں ایمان و آگہی کا امام نمٹیں گے خود انہی سے جو ان کی غیبت کے تارزن کوئی دنوں کی ہے بات جب کے ظہور ہوگا ضرور ہوگا کوئی دنوں کی ہے بات جب کے ظہور ہوگا ضرور ہوگا زیارت و ذکر مرتضیٰ میں نہ ہو زیارت جو انبیاء کی تو ایسے ذہن و دماغ و دل میں فتور ہوگا ضرور ہوگا تو ایسے ذہن و دماغ و دل میں فتور ہوگا ولایت نبی کے صدقے ہماری دنیا بھی معتبر ہے بروز محشر
حصول قرب حضور ہوگا ضرور ہوگا بروز محشر حصول قرب حضور ہوگا ضرور ہوگا اللہم صل علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وفا جس کا پڑھے کلمہ ماشاءاللہ جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسی سجدے کرے سجدہ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں جس کی پیاس بھی دریا اسے جو پتھر پر قلم گاڑے اسے کہتے ہیں صبر حیدر جو پتھر پر قلم گاڑے اسے کہتے علم گاڑے جو پانی سبحان اللہ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مولانا شاہ میری شمشیر اور اس کے بعد چھوٹا سا جنازہ زیارت کی ہم نے سیرت جب خدا کو پکارا لیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی جب خدا کو پکارا لیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی سبحان اللہ آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے
زندگی آ گئی موتی ان کے محیبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں ماشاءاللہ موتی ان کے محیبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں اور موت کا کیا ادھر موت سے کیسا ڈر اس سے بچنا بھی کیا گئی واہ واہ سبحان اللہ فرمایا جب علی آ گئے زندگی آ گئی اس لیے میت نہ کہنا میرے غسل کو جل ملبوس کو مت کفن دو اس لیے میت نہ کہنا میرے کو جل ملبوس کو مت کفن دو اور میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی کیوں مسلمان حوادث سے ڈرتا ہے تو تیرے چودہ ہے رہ بر ذرا غور کر کیوں مسلمان حوادث سے ڈرتا ہے تو تیرے چودہ ہے رہ بر ذرا غور کر اور جی رہے ہیں زمانے میں وہ لوگ بھی جن کا کوئی بھی سچا سہارا جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی جبرائیل کمبر پہ کیا منحصر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جبرائیل دکمبر پہ کیا منحصر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں اور جو غلامی کا تیری مذاب آ گیا راس جس کو تیری نوکری آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی اور عقیدے کا شعر وہ تو کنزف ہے جو تجھے چھوڑ دے ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو وہ تو کمزیب ہے جو تجھے چھوڑ دے ورنہ مولا علی
نائے وہ سورج نہیں جو نہ چوکٹ کو چھوئے وہ تارا محمد بلندہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کربلا سے نہ جائے گی زینب کربلا سے نہ جائے گی زینب دھوپ میں بے کفن تیرا لاشا چھوڑی کر خاک پر یہ جنازہ کربلا سے نہ جائے گی زینب کربلا سے نہ جائے گی زینب کربلا سے اس طرح دشت میں تم کو تنہا یہ بتاؤ مجھے میرے بھائیا قید میں کیسے جائے گی زینب کربلا سے نہ جائے گی زینب کربلا سے نہ جائے گی زینب گھر لٹائے یا چادر لٹائے قید ہو جائے یا خاک اڑائے بھائی ایسا نہ پائے خون روئے گی آہیں بھرے گی اب یہی تیری مجلس کرے گی روئے گی اور رلائے گی زینب روئے گی اور رلائے گی زینب کربلا سے جائے گی زینب کربلا سے نہ جائے گی زینب بھائی اس کا یہی پر چھٹا ہے گھر بھی اس کا یہی پر لٹا ہے اب یہی گھر بنائے گی زینب اب یہی گھر بنائے گی زینب کربلا سے نہ جائے گی زینب کربلا سے نہ جائے گی زینب کربلا سے نہ جائے گی زینب محمد و آل محمد